تاخذيناش يا استاذ، لسه من التقديم اللي حصل لنا. البقاء لله يا حاجه قلبي عندك. يسلم لي قلبك يا حبيبتي. بصي يا حاجه، من الاخر كده انا جاي اسالك عن اللي حصل للمرحوم حسن. الله يرحمه بقى، مرضيش بنصيبه وقام جراله اللي صابه. يعني ايه مرضيش بنصيبه؟ هقولك ايه بس ولا ايه يا استاذ، عملت لك الشاي هو يا حسن. نظرة يا جميل، بص علينا شوية ولا كأننا هنا. جرى ايه يا حسن؟ ما تعمل لي اعتبار يا اخويا على الأقل. جرى ايه يا ولية؟ انت مش خدتي زمنك وخلاص، سيبيني بقى اشوف زمني. لا وانت الصادق يا اخوي، انت اللي عايز تسرق زمن غيرك. ادي النكد على المزة، ما بمشي غوري من قدامي بقى، ربنا يريحني منك. ده لما تشوف حلمة ودنك ان شاء الله. يا ساتر. للدرجة دي؟ واكتر من النبي يا استاذ، كانش عنده قلب ولا ضمير، كان اناني قوي. ما بيشوفش في الدنيا دي كلها الا نفسه وبس. واضح ان حياتك معاك كانت صعبه قوي، لدرجه ان في الثلاث اربع اشهر الاخرانيين دول هما كان بيبص لي بصات عجيبه كده، زي ما يكون هيخنقني ولا يذبحني وانا نايمه عشان يخلص مني ويشوف له شوفه تانية. طب وحسين؟ ما تخيرش عنه وحياتي، بس حسين كان عازب مش متجوز، يعني عينيه تزوغ براحته. تفكيرك غريب قوي يا حاجه. الدنيا علمتني، حتى محمود اخوه ما سلمش منه. انت صحيح بتعكس مريم بتسمعيني يا حسن؟ اخلع من قدامي يا. ما تقوليش ياض. طب سيبنا محمود دلوقتي، دماغي مش رايق. طيب مريم دي ما تعكسهاش تاني عشان تخصني. ياض مش انت اللي تقولي اعمل ايه وما اعملش ايه، فاهم؟ انا اخوك المفروض يعني. طب امشي من قدامي يا. مريم اللي انت محموق عليها قوي دي البلد كلها ماشيه معاها، روح اعمل راجل بقى وقدمها بالعصايه اللي انت منفوخ بيها قوي دي. لما مروة سألت على مريم وعلى نوارة ما حدش قال عليهم كلمة وحشة، بالعكس الكل شكر في أخلاقهم. طب أنت مش شايف إنها غريبة شوية إن واحدة زي فريدة تتكلم على جوزها بالشكل ده، وخصوصا بعد ما مات؟ لأنه شخص واطي، وده اللي مصعب الموضوع. عشان ده وفع القتل كتير. بالظبط. القهوة بتاعتي بسرعة. يعني واحد عينه زايغة وبيرسم على واحدة من عيلة أكتر عيلة بتكره عيلته، وابن عمه وابن عمها وأخوه بيحبها، ده غير إن الاتنين فولة واتقسمت نصين. بالظبط، ده يضاعف المشكلة. حسين ده وافق قتله كتير، إن أي حد مديون له ومش قادر يسدد يخلص منه. ده يرجعنا للسؤال الأولاني، مين اللي اتقتل؟ حسن لأنه حسن، ولا القاتل افتكره حسين؟ بص، هو في كل الأحوال القاتل اللي يعمل كده في جثة بيكره حسن أو حسين. مش شرط، ممكن معرفش يخفي الجثة فقطعها عشان يجلها بسهولة. بس لسه ما جاوبناش على السؤال الأساسي، حسن ولا حسين؟ والحل؟ مبدئياً نستجوب الكل مرة تانية. ماشي. استلفت كام من حسين يا محمود؟ حسين؟ ده أخويا يا باشا. جاوب على السؤال، استلفت كام؟ تكونوش شاكين إن أنا ممكن أقتل أخويا؟ إحنا نشك براحتنا. بص يا محمود، ظبط نوعين، كويس ووحش، أنا النوع التالت. كام؟ 10,000 جنيه يا باشا. تمام، اتفضل. ماشي يا باشا. يعني إيه مش لاقيها يا حسين؟ يعني إيه مش لاقي لستة فيها أسماء كل الناس اللي استلفت منك فلوس؟ مش لاقيها يا باشا، والله دورت في كل حتة مش لاقيها. مش جايز تكون في حتة تانية؟ حتة تانية فين بس يا باشا؟ أكيد في الأوضة. طب ما راحت فين؟ هي اكيد اتسرقت. القاتل اللي قتل حسن اخويا هو اللي سرقها. يبقى القاتل قصدك انت، مش قصد اخوك حسن. هو مفيش غيره يا باشا. مين؟ مصطفى ابن العمان.